ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحصلنا عليه كل شيء فبما ما كانوا يؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم جهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الشياطين ليس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون فبغي الله أن تبغي حتى وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين واترك كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن تدعون إلى الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله فهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثير سيضلون بهوائهم بغير إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا الظاهر الإثم وباطله إن الذين يكتمون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما يكترف الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لن يوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لينكروا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشكرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حتى يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا فقالوا إن الله عذاب شديد بما كانوا ينكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيق الحرج كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يتفكرون